فرصة الكويت قصة نجاح. المركز، العراقة في عالم الاستثمار. بيت التمويل الكويتي. أهلا بكم في حلقة جديدة من عين على الكويت، وتشاهدون في حلقة هذا الأسبوع ثاني انتخابات برلمانية تشهدها الكويت خلال عام. هل تنجح في إعادة رسم المشهد السياسي بعد سنوات من الاضطراب وملفات اقتصادية وهموم ملحة تواجه المجلس المنتخب والحكومة المقبلة، والكويت تمدد التخفيض الطوعي في إنتاج النفط بواقع 128 ألف برميل في اليوم حتى نهاية 2024؟ هذه الموضوعات وغيرها في عين على الكويت. أهلا بكم. توجه الكويتيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس أمة جديد في ثاني انتخابات برلمانية خلال عام، والتكرار يوضح ما يعانيه المشهد السياسي من انسداد في علاقات السلطتين التنفيذية والتشريعية. فهل سيكون اختيار مجلس جديد هو بداية لاستقرار يكفل النظر إلى القضايا والموضوعات الحيوية؟ الانتخابات البرلمانية التي جرت في الكويت هي 20 في تاريخ البلاد، وهي الثانية خلال أقل من عام، وتأتي بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية المجلس الذي انتخب في سبتمبر الماضي، وبعد أن تم حل مجلس الأمة المعاد والذي كان قد انتخب في عام 2020. والانتخابات يؤمل أن تضع نهاية للدوران في دائرة سجال وصدامات سادت المشهد السياسي في البلاد. احنا جايين اليوم نسوي للأصلح، نبي ندور الأصلح اللي يهم المواطن الكويتي. إن شاء الله يكون الأصلح الموجود. إن شاء الله تباشير حلوة وتكاتفهم مع بعض، إن شاء الله لمصلحة البلد والعباد، والله يوفق الجميع. هل نبي؟ أتمنى ذلك من كل قلبي. نبي هذا المجلس إن شاء الله الواحد الأحد يكمل 4 سنوات، تعبنا. هو المجلس اللي نحل الأبطال 2022 كنا متفائلين فيها، وعلينا للتفائل. يعني احنا اتوقع ان راح تكون في بعض الجهود الجديدة، وان شاء الله اذا حضروا الناس للانتخابات باذن الله نتفائل خير. تنافس في الانتخابات 207 مرشحين من بينهم 13 امرأة تنافسوا لشغل مقاعد مجلس الأمة 50، ورقم المرشحين هو الأقل منذ عام 1975، وهو ما اعتبره محللون مؤشرا على حالة إحباط من المشهد السياسي السائد منذ سنوات. طبعا راح يتغيرون، بس المعارضة تصير موالاة، والموالاة راح تصير معارضة، وانتهت الأمور، وهذا ينحط بزاوية وهذا يطلع شوية على البطل، خلصنا. عملية بسيطة هي. ما تحتاج، خليه بذلون جهدهم إن شاء الله علشان يعدلون البلد. البلد مكسرة والحالة تعبانة، عرفت؟ وكل ما يجلس يقول تزيد معاشات، ما في زيادة معاشات، ما في شيء. المواطن الرهق شوية، مستشفيات تعبانة شوية، يعني حال البلد تعبانة. والله أعتقد يعني ممكن 50% تغيير نسبة عالية. أي نعم، وإن شاء الله يعني إن شاء الله يكون في تغيير للأفضل. ولقرب الجولات الانتخابية في السنوات الأخيرة لم تختلف كثيرا مطالب الناخبين وأمنياتهم، ولم تختلف أيضا شعارات المرشحين عن تلك التي طرحت في الانتخابات السابقة، لكن يضاف إلى كل ذلك بعض الإحساس بأهمية اللحاق بقطار التطوير والتنمية الذي انطلق في بلدان كثيرة مجاورة وتأخر انطلاقه في الكويت. الوضع صار مزري بالكويت، من تعليم، من صحة، من تربية، من الأشغال، من الكهرباء. الناس عايشة، المتقاعدين، ظروف المعيشية بالحياة وايد صارت صعبة. يعني العالم قاعد تتقدم وإحنا قاعد نرجع ورا، مع أن كنا إحنا من أول الدول بالخليج، كنا بالصفوف الأولى، الحين قمنا نصير بالصفوف يمكن آخر دولة بالخليج إحنا. كل شيء يهم الشعب الكويتي والمتقاعدين هو اللي إحنا نبي، بس يعني شيء حق مصلحة البلد والشعب الكويتي، وهذا وإن شاء الله وإن شاء الله كل شيء خير إن شاء الله. قضايا كثيرة عندنا إذا قلنا الصحة، التعليم على رأس القائمة، التعليم
نبي هالطرق هذه، سيارات تكسرت راحت، الأسكان، نبي جهات كثيرة يعني صراحة، نبي في تعاون، نبي نحس أن الكويت ترجع نفس قبل درة الخليج، ونتمنى ذلك إن شاء الله بهالمجلس هذا وبتعاضدهم مع بعض إن شاء الله نوصل إلى شيء اللي المنشود اللي نبي إن شاء الله بإذن الواحد. قانون ذمة المالية لازم يكون على بياض، لازم نعرف كل واحد يدخل كم ويطلع كم بس، وتنحل مشاكل الكويت كلها إن شاء الله. قروا هذا بس، بس ما عندي غير هالكلام بس. الذمة المالية دخلت كم وطلعت كم؟ الأسكان ونواجهون الفساد، يكون في خطة واضحة. نبي يعني الحين قاعد نشوف إحنا المشاكل وقاعد يطرحون حلول، بس نبي إحنا خطة واضحة يعني، ما بي يعني أبي أعرف مو بعد يعني 5 سنوات، أبي خطة مثلا إحنا عندنا خطة، وجهة وجهة نظر بحل الأزمة الاقتصادية إيش يعني. عندك التعليم مثلا، عندك الصحة، وايد شغلات يعني. احنا نتمنى صراحة انه يعني تكون من اولويات المجلس القادم. يتوقع مراقبون ان تسفر انتخابات 2023 عن نسبة تغيير تعكس رغبة الشارع في رؤية نهج جديد في تعاطي مجلس الأمة والحكومة، لكن الى اي مدى سيؤدي تغيير الشخوص الى تغيير في الفكر والمنهجية؟ 30% فقط. غريب ان كل اللي سألتهم برضو قالوا تقريبا نفس النسبة، لأن في شيء متوقع وفي أشخاص غير مرغوب فيهم في المجلس هذا لعدم يعني تم تجربتهم فترة سابقة، ما في أي نشاط ملحوظ لهم. ما في تغير، ما في تغير، القناعات موجودة والواتساب موجود، وسائل التوجيه أقصد يعني. طبعا في وجوه جديدة الله يوفقها، يمكن عندها رؤية، عندها طرح جديد يفيد المجتمع الكويتي، يفيد الدولة بكبرها. احنا ما نبي يفيد شخص معين، احنا نبي يفيد المجتمع بكامله. انتهى المهرجان الانتخابي في الكويت بنسبة تغيير بلغت 25%، فدخلت الى المجلس وجوه جديدة وعادت اليه وجوه وخرجت منه وجوه وحافظت على مقاعدها وجوه كثيرة. لم تخلو انتخابات مجلس الأمة من مفاجآت ومن تبديل في المراكز، وحملت تشكيلة نواب مجلس 2023 تغييرا بنسبة 24% عن المجلس السابق، وكانت أبرز المفاجآت دخول وجوه شبابية في مقدمتهم داود معرفي الذي حصل على المركز السادس بين مرشحي الدائرة الأولى. احنا نتكلم عن تغيير نهج، تغيير ثقافة مجتمع قادمة إن شاء الله خلال الفترة القادمة، ونتكلم عن الصوت الثالث اللي هو صوت المجتمع الخاص في الأغلبية الصامتة اللي ما طلعت اليوم وتحركت، ونرى إن شاء الله خلال الفترات الجاية والانتخابات راح تعبر من خلال صناديقها إن هناك فعلا رجالات دولة يتمنون للكويت إن تقفز من قفزة نوعية تغير في ثقافة المجتمع من ناحية لنرفع مؤشرات أداء الكويت في شتى المجالات. ونجح 25 نائبا من مجال السابقة في العودة إلى قاعة عبدالله السالم، من بينهم 12 نائبا كانوا في مجلس 2022 حافظوا على قواعدهم وعلى مقاعدهم، مثل النائب أحمد لاري الذي حل ثالثا في ترتيب الفائزين بالدائرة الأولى. احنا معدل تضخم عندنا 3.5%، فرواتب الموظفين والمتقاعدين بالذات يعني تتآكل، فيجب ان فعلا ضمن يعني باكج كامل واستراتيجيه كامله، وليس يعني مثلا اقول اقتراحات جزئيه من هنا ومن هناك وفيها ردود فعل او اعتراض حكومي او غيره، لا، ضمن رؤيه كامله يتم معالجه الوضع الرواتب مثل البديل الاستراتيجي لتعديل سلم الرواتب، هذا شيء جيد. وحاز رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم على المركز الأول بعد أن حصد أكبر الأصوات، وبخسارة النائبة السابقة عليا الخالد مقعدها سيقتصر المجلس الجديد على سيدة واحدة هي النائبة جنان بوشهري. ويواجه المجلس المنتخب والحكومة المقبلة جملة من القضايا والهموم الاقتصادية، بعضها قديم مزمن وبعضها جديد ضاغط.
مع انطلاق الانتخابات البرلمانية في الكويت يتجدد الحديث عن أولويات المرحلة المقبلة والملفات ذات الأهمية التي ينبغي على السلطتين التنفيذية والتشريعية التطرق إليها، والملفات وإن كانت من أسباب الصدام بين الجانبين في مواضع كثيرة فهي تظل في المقدمة وتكتسب أهمية متزايدة في ظل تحديات تضغط من الخارج ولم تعد تقتصر على الداخل. فقد أدت الإدارة الحكومية والممارسة البرلمانية إلى تذمر وسخط المواطنين وعدم رضاهم عن عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية. تتصدر أحادية الاقتصاد واعتماد الدولة على مصدر واحد ناضب وهو النفط قائمة الهموم، ورغم أن الكويت انتبهت منذ سنوات إلى هذه الحالة خاصة مع تحديات كبيرة تحيط بالنفط وبأسعاره، ورغم تبني أفكار لإيجاد مصادر جديدة تكون رافضا لمداخيل الدولة إلى جانب النفط، فإن حصاد جهود التنويع ظل متواضعا ودون المستويات المنشودة. يجب أن ندرس الوضع المالي للكويت سواء من ناحية السيولة، من ناحية الحالة المالية، من ناحية التقييم الائتماني، ونعمل على كيف نحن نحسن من هذه الثلاث الأمور. زين، هاي ثلاث أمور تحتاج: واحد، إقرار قانون الدين العام، تحتاج إلى تنويع مصادر الدخل، تحتاج إلى أن يكون في هناك رؤية طويلة المدى وأين نريد أن نكون. ويلي البحث عن مصادر جديدة لمداخيل الدولة معالجة اختلالات مزمنة يعاني منها اقتصاد البلاد مثل تكدس الجهاز الحكومي واستحواذ رواتب العاملين على النصيب الأكبر من الميزانية في مقابل تقلص القطاع الخاص ومحدودية مردوده، علاوة على ضغوط هياكل الدعم وأسعار الخدمات. الوضع الاقتصادي الداخلي يحتاج إلى شوية اهتمام. البيئة الاستثمارية داخل البلد غير مريحة لأسباب كثيرة ما اقدر اكتب، يعني ما اقدر اعدها كلها، لكن طبعا ارتفاع اسعار الفائده، عدم اهتمام الحكومه بالقطاع الخاص، التغييرات اللي قاعده تتم في التوجهات الحكوميه نحو القطاع الخاص من حيث تجديد الاراضي ومن حيث الفرص الاستثماريه اللي تتاح للقطاع الخاص داخل البلد قليله جدا. وعلى مر السنين تحولت القضية الإسكانية إلى صداع مزمن للحكومات ولمجالس الأمة، والقضية تداخلت فيها وعقدتها عناصر ضعف التخطيط وقلة الأراضي والغلاء وضعف السيولة ومشاكل الرهن والتمويل، وفيها حتى تحجيم القطاع الخاص، ورغم طرح مبادرات وقوانين كثيرة فإن ذلك لم يفلح في زحزحة القضية. ارتفع الانتظار من 7 سنوات إلى 21 سنة، وعدد الطلبات التي تنتظر رعاية سكنية، عدد الطلبات الفعلية وصل إلى 140,000 طلب. وصل عدد الطلبات الفعلية إلى 140,000 طلب فيما كان وقت صدور القانون حوالي يعني 60,000 أو 70,000 طلب. كل هذه القوانين وكل هذه التعديلات عقدت القضية الإسكانية بما جعلت من المستحيل أن تستطيع الدولة وفق هذين القانونين تلبية الرعاية السكنية، والواقع يشير بشكل واضح على هذا. وتطول القائمة لتشمل ملفات أخرى مثل إصلاح التعليم والصحة ومكافحة الفساد وقوانين الدين العام وإصلاح الطرق وتحسين الخدمات والتركيبة السكانية، مشاكل صعبة لكن ليست عصية على الحلول، وتحتاج بدرجة كبيرة إلى توافق وانسجام بين السلطتين. بعد الفاصل، الكويت تمدد التخفيض الطوعي في إنتاج النفط، والبورصة في مايو حالها حال شهور كثيرة سبقت. بورصة الكويت، قصة نجاح. المركز، العراقة في عالم الاستثمار. بيت التمويل الكويتي. بورصة الكويت،
قصة نجاح. المركز، العراقة في عالم الاستثمار. بيت التمويل الكويتي. أهلا بكم. أعلنت الكويت تمديد الخفض الطوعي من إنتاجها من النفط الكويتي بواقع 128 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام 2024. الإعلان الكويتي ينسجم مع قرارات تحالف أوبك بلس التي دعت إلى خفض الإنتاج الطوعي بواقع 1,400,000 برميل يوميا حتى نهاية العام المقبل. إعلان تحالف أوبك بلس الموافقة على مستوى مستهدف جديد للإنتاج عند 40.4 مليون برميل يوميا بداية من 2024، وذلك من خلال خفض 1,400,000 برميل يوميا عن مستهدفات الإنتاج الحالية، تلاه إعلان كويتي على لسان وزير المالية ووزير النفط مناف الهجري بأن دولة الكويت ستقوم بتمديد خفضها الطوعي البالغ 128 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر من عام 2024. الهجري قال إن هذا الخفض الطوعي يأتي كإجراء احترازي بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، والتي سبق وأعلنت في إبريل الماضي عن تخفيضات طوعية. وذكر الهجري بأن هذا الخفض التطوعي سيكون من مستوى الإنتاج المطلوب حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري 35 لأوبك بلس. فترة زيادة استهلاك بنزين السيارات في العالم مع بداية الصيف، مع الإجازة الصيفية، مع العطل، ممكن هذا يؤدي إلى فعلا استمرار في 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 الطلب العالمي على النفط. احنا عندنا مشكلة ان هل فعلا في عندنا نمو متصاعد وطلب متصاعد متنابي على النفط الخام؟ هل نرى هذا في الصين؟ هل نرى هذا في أوروبا؟ الولايات المتحدة الأمريكية بدأت أن تزيد في إنتاجها، البرازيل تزيد إنتاجها، كندا تزيد إنتاجها، هذه نفوذ جديدة تصل إلى الأسواق النفطية، احتمال أمريكا إنتاجها ينصل إلى 12 مليون برميل، يعني هذه أشياء هم بعد قادمة. فأنا مع الخفض هناك نفوذ جديدة قادمة إلينا من البرازيل، من كندا، من 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 أمريكا. هذه أيضا فما يعني هو الوقت والقرار صعب، الوقت صعب صعب، هم من داخل أوبك وهم من خارج أوبك، يعني أوبك بلس، أوبك بلس، وكذلك من الخارج، فهي صعبة. ومن أخبار الشركات المدرجة، أعلن بنك الكويت الدولي انطلاق عملية الاكتتاب في زيادة رأس مال البنك بواقع 60 مليون دينار. حسب ما تم إعلانه في بورصة الكويت ان تم طرح عدد 428 مليون سهم تقريبا بسعر اصدار 140 فلس، قيمة اسمية 100 فلس مضاف إليها 40 فلس على أوت إصدار بسعر طرح 60 مليون دينار، وذلك المساهمين مع حق الأولوية، المساهمين مع حق الأولوية لهم. فترة الاكتتاب هي من 30/5 لحد 13/6، طبعا فيها حقوق أولوية من 30/5 لحد 5/6. مثل ما قلت نسبة الزيادة هي 34.98% من رأس المال الحالي. طيب. سأقف قليلا عند حقوق الأولوية. أولا، جميع المساهمين يحق لهم الاكتتاب فيه، وماذا عن حقوق الأولوية؟ أعتقد طبعا يتداول حق الأولوية هنا في البورصة. أي نعم، حق المساهمين لهم الحق في الاكتتاب منهم مسجلين في تاريخ الاستحقاق وهو 29/5، ولازم يكون شاري السهم في 24/5 ليدخل في سجل المساهمين في 29/5، وبالتالي له الحق في الاكتتاب. حق الأولوية لهم حق التداول من 30/5 لحد 5/6 ولحد اللي هو لحد تاريخ باكر، لحد باكر ما حد له حق الاكتتاب إلا المساهمين المسجلين في تاريخ الاستحقاق. طيب. متى تنتهي العملية برمتها؟ يعني نعلم أن في وسط هذا الأسبوع هناك إجازة. أي نعم، مثل ما بينت أنا من 30/5 لحد 5/6 تاريخ حق الأولوية، ومن 30/5 لحد 13/6 فترة الاكتتاب كلها، ومن بعدها في فترة تخصيص للأسهم 5 أيام عمل من نهاية الاكتتاب، ومن
وبعد 5 أيام من فترة تخصيص الأسهم رد فائض الأموال للمساهمين. يعني تكلم أنت من 13/6 لحد 10 أيام عمل، من بعد 13/6 تنتهي فترة الاكتتاب ورد فائض الأسهم للمساهمين. طيب بعد انتهاء الاكتتاب كم سيصبح رأس مال البنك؟ مثل ما تكلمت ان زياده قيمتها 34% 0.98، وبالتالي راح يكون راس المال من 122 مليون لحد 165 مليون دينار كويتي راس المال المصدر حاليا. طيب اكيد السؤال الذي يساله الجميع، لماذا هذه الزياده؟ مثل ما انت عارف التزام باستراتيجيه البنك اللي هو تتكلم عن اللي هو رقمنة أعمالنا، وبالتالي يدعم الزيادة هاي تدعم نسب رأس المال الرقابي للبنك، وبالتالي يبني ويساعد في بنية البنك الرقمية، ومما يقدم خدمات رقمية ذات جودة عالية. يعني بالإضافة إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية، واضح أن هناك ربما انشغال بمسألة الرقمنة وتحول البنك إلى رقمي وغيره. بالضبط، حسب مثل ما قلت لك انه حسب التزامنا وباستراتيجية البنك اللي هو في التحول والتغير، فتأمل مجلس إدارة ان يكون حتى الاكتتاب هذا يكون عن طريق اونلاين، ويكون عن طريق الاي بي او اللي توفر شركة كويتية للمقاصة، وبالتالي يكون الاكتتاب عن طريق الكينت او عن طريق التحويل البنكي، وبالتالي يكون اسهل للمساهمين وباتجاهنا للرقم الأعمالنا تقريبا. أنهت بورصة الكويت شهر مايو بأرقام سلبية لجميع المؤشرات، وفي مقدمتها مؤشر السوق الأول الذي سجل أكبر تراجعاته منذ بداية العام. لم يختلف حال مؤشرات بورصة الكويت في مايو عن حالها في أغلب شهور السنة السابقة، فمؤشر السوق الأول سجل أكبر تراجعاته منذ بداية 2023 وبلغت 5.3%، وتراجع معه أيضا مؤشر السوق العام بحوالي 5%، فيما اكتفى المؤشر الرئيسي ب3% من التراجعات. متذبذبة الأسواق، متذبذبة، فأي أخبار محلية إقليمية عالمية تسبب في حركة ففي تذبذب كبير صراحة للأمانة. ليس هناك أسباب جوهرية في السوق الكويتي تدعي إلى البيع، ولكن الخوف من تكرار الأزمة جعل الناس تسرع أو تهلع في عمليات البيع، وهذا اللي احنا شفناه، وبعض اللي باعوا ردوا شروا مرة ثانية، وما عنده مشكلة أنه يبيع ويرجع يشتري مرة ثانية بسعر أعلى، ولكن على اطمئنان أكثر وزوال عوامل الخطر. ورغم أن شهر مايو حفل بمتغيرات إيجابية من نتائج للشركات المدرجة عن الربع الأول وعموميات تقر توزيعات سخية، فإن انعكاسا إيجابيا آنيا على أسعار الأسهم لم يحدث في حالة من الضعف العام وفقدان الشهية للشراء، انتظارا لتحسن ظروف ومتغيرات خارجية أكثر منها داخلية. على مستوى العالم اليوم في حروب، في مشاكل اقتصادية، في رفع أسعار الفائدة بشكل يعني غير مسبوق بسرعة رفع الفائدة، وهذا طبعا كله راح ينعكس على تكاليف القروض وتكاليف هذا. فالسنة هذه أيضا لحد الآن يعني الأمور أوكي، الأمور ماشية زين، لكن ما ندري شو يصير من هنا إلى آخر السنة، يعني الأمور صعبة. وحتى السيولة الأجنبية التي ظلت لوقت طويل عاملا حاسما في تعزيز نشاط البورصة بدت منكمشة وغير فاعلة، رغم عدم تسجيل عمليات خروج جوهرية من الأسهم المدرجة في مؤشرات قياسية عالمية. الخوف من تكرار أزمة 2008، الأزمة المالية، قد لا تكون الظروف نفسها، حاليا الظروف أقوى، الحوكمة أقوى، ولكن اللي خاف قبل وخسر اليوم يحاول يتفادى، فعشان كذي شفنا اللي صار والهلع. بنهاية مايو تكون خسائر مؤشرات البورصة الكويتية قد زادت على 7.5% للسوق الأول، و7% للمؤشر العام، وحوالي 3% للسوق الرئيسي، والخسائر كبدت القيمة السوقية الرأسمالية للبورصة نحو 2.3 مليار دينار دفعتها البورصة ثمنا لحرب في مكان، وتشديد قيود مالية في مكان آخر، وتضخم مستعر
في أماكن كثيرة. وبهذا ننهي حلقة هذا الأسبوع، انضموا إلينا في الأسبوع المقبل إن شاء الله في عين على الكويت. بورصة الكويت، قصة نجاح. المركز، العراقة في عالم الاستثمار. بيت التمويل الكويتي.